وللمزيد حول الحملة الإغاثية التي قامت بها هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع منظمة أم القرى في مخيمات عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، ينضم إلينا الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى الإغاثية عبر الهاتف من الأنبار. حياك الله دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، أطلقتم حملة إغاثية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في مخيمات عمرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، لو تطلعنا أكثر عن هذه الحملة. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة هي ضمن سلسلة من الحملات المتواصلة لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في متابعة شؤون النازحين والقيام على حاجاتهم والتواصل معهم بشكل مستمر. فكانت هذه الحملة هي تقديم المنح المالية على 320 عائلة كدفعة أولى، مرحلة أولى من في هذا الأسبوع، وتم توزيع على هذه العائلات كانت أولوية. في التوزيع كانت حصة الأقابل والأشد حاجة من هذه العائلات الموجودة في هذا المخيم الكبير المركزي لمخيم عامرية الفلوجة. هناك طبعا في هذا المخيم أكثر من 850 إلى 860 عائلة نازحة ضمن هذا المخيم. طيب، كانت هذه مرحلة. دكتور، الحملة شملت مناطق عدة في عمرية الفلوجة وهي ليست الأولى خلال هذا العام، لماذا تستهدفون هذه المخيمات وعلى هذا النحو؟ بالتأكيد يعني ضمن الرقعة الجغرافية يعني هذه في محافظة الأنبار، هذه منطقة عمرية الفلوجة هي التي توجد فيها مخيمات النزوح في العمرية، وهناك مخيمات في الحبانية وكذلك في منطقة تبزيبز. فضلا عن المناطق الأخرى المتوزعة في أطراف الفلوجة، هناك بعض التجمعات وبعض العوائل المحتاجة ضمن المرصودة ضمن مسح المنظمة. فهذه لدينا جدول حقيقة منتظم في التوزيع على هذه المناطق ونقسمه إلى مراحل بحسب الإمكانات المتوفرة الموجودة لدى المنظمة، وبالتعاون مع المنظمات الأخرى ومع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين مشكورين. يعني هناك يعني تتشكل يعني هذه الحملات. إذا تسمح لي السؤال الأهم اليوم، إلى أي مدى أثرت الظروف الاقتصادية والصحية التي يعاني منها العراق اليوم على أوضاع العوائل النازحة في هذه المخيمات؟ بالتأكيد التأثير كبير جدا، ولا سيما في هذه الفترة الأخيرة في بعد اجتياح يعني هذه الفيروس كورونا وضرب البلاد شرقا وغربا كباقي البلدان. هذا كان له تأثير أكبر وضغط أكثر على هذه العائلات وعطل الكثير من الجهود المنظمات الإنسانية وقيد حركتها، وبالتالي هذا انعكس سلبا على هذه العائلات النازحة التي هي يعني تسكن الصحراء في هذه الخيام البالية، وقليل من يصلهم هناك. يعني نسمع إلى شكواهم وإلى معاناتهم بأن قليل من يتصلهم الجهود يعني من الحملات من المنظمات الإغاثية الإنسانية، ويشكون دائما من قلة الغذاء والدواء والرعاية. يعني هذا طبيعي لمن يسكن في الصحراء في هذه الخيم وسط هذه الظروف الصعبة، فطبعا معاناتهم زادت أكثر ومستمرة للأسف لسنوات طويلة، ولا يوجد لهم حل وليس هناك أي بارقة أمل أمامهم في نهاية هذه الأزمة. المنسق العام لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار، شكرا جزيلا لك.